لكي نكون أكثر وضوحاً، الشعب العراقي يريد فهم ما جرى. هل هذه التفاصيل القادمة تحديداً من مجلة بوليتيكو الأمريكية في مسائل التعاون مع شركات إيرانية لديها تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني تفتح باباً كبيراً واضح للحرس الثوري للقيام بالعديد من التصرفات التجارية في المنطقة، هل هذا يعني بأن أوروبا باعت العراق، باعت الشرق الأوسط لإيران وخلص استغنت، أم أن هنالك سياسة مضادة ستتبعها الولايات المتحدة بتقديرك؟ أعتقد ما يقوم به الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الدول الأوروبية يصب في مصلحة أوروبا فقط. ما ذكرته حضرتك لا يصب في مصلحة الولايات المتحدة ولا في مصلحة الدول العربية، وبصورة خاصة لا يصب في مصلحة العراق. هذا كارت بلانش لإيران بأن يزداد نفوذها في المنطقة، كل ذلك لأن أوروبا تعتقد بأن لها مصالح حيوية في إيران، إن كان فرنسا أو ألمانيا أو بقية دول الاتحاد الأوروبي. لذلك هذا العرض الذي تقدمه الدول الأوروبية للولايات المتحدة وللشرق الأوسط هو عرض يصب فقط في مصلحة أوروبا. أنا أؤكد لك أنه إذا حصل ذلك، إذا وافق الرئيس بايدن على هذه السياسة، سوف نجد مخاطر كبيرة ليس فقط في العراق ولكن في بقية دول الخليج العربي، لأنه اليوم لا يوجد ثقة في الولايات المتحدة من قبل الدول العربية، لأنه وجدوا بأنه كل هذه العلاقات التاريخية الطيبة بيننا وبين دول مثل السعودية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 70 سنة، ربما 80 سنة، كل هذه ضربها في عرض الحائط الرئيس بايدن، واليوم يريد مسايرة إيران على حساب بقية الدول العربية. لا شك بأنه إذا تمت هذه السياسة، وافق عليها الرئيس بايدن، فهذا سوف يهدد أمن العراق، لا شك في ذلك.